بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحول الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، متابعي قناة دبي ريسنج، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاق شوطنا السابع في تعداد أشواط صباحي هذا اليوم. شوطنا السابع وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل بشعارات أبناء القبائل في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المباشر لمسافتنا المعتادة والمقررة وهي 6 كيلومترات. ينطلق هذا الشوط مع هذه الشعارات ومع هذه الأسامي المتميزة في هذا العالم الساحر. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة، وأرهني اللي قاد المجموعة منذ البداية بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المتميز. الصدارة والمقدمة وراء حمران من قاد المجموعة بشعار هلال بن سعيد بن هلال الظاهري، ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني مزعل للسلطان بن خليفة بن راشد الحميرياتي على مستوى المركز الثاني. نتابع المركز الثالث، نتابع المركز الثالث وراء دبل شاهين يتسلل في هذه اللحظات مع المركز الثالث. ذياب بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري يتقدم بدوره مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات شاهين بالشعار خليفة بضبيب الشامسي يتدخل على مستوى المركز الرابع ومع المركز الخامس. من الجانب الآخر، من الجانب الآخر شاهين لسعيد بن محمد بن دري المنصوري والتقدم في هذه اللحظات مع قناص نواب بن نوح بن أحمد البلوش، ولكن اللي تسلل بدوره مع المركز الخامس بهذا التحدي الجميل الذيب لعلي بن محمد بن سلطان النيادياتي على مستوى المركز الخامس ومع المركز السابع. سابع التحديات القدوم من مغامر خليفة بن محمد بن سالم الدرعي يتدخل أيضا بهذا الانطلاق المثير. بينما انطلقنا مع المركز التاسع بأرى التقدم في هذه اللحظات من غازي مع المركز التاسع. مشاهدينا متابعينا الكرام، في هذا الانطلاق المثير وفي هذا التحدي الجميل والرائع، محمد بن عوض بن طويرش العفاري ينطلق بهذا التحدي وبهذا الاندفاع الجميل ومع المركز العاشر. المركز العاشر وصل غياث حمدان بن محمد بن حمد بن مصلح الأحبابي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة بهذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع مع هذه التحديات، مع التغييرات المستمرة التي أيضا تطر وتجرى على مقدمة هذا الشوط. لنا عودة مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المثير. وأرهني التغيير اللي طرى وجرى على المقدمة. مزعل قاد المجموعة، مزعل قاد المجموعة انطلق بناموس هذا الشوط. سلطان بن خليفة بن راشد الحميري يتقدم إلى صدارة هذا الشوط، يلي مع المركز الثاني، مع المركز الثاني. أرى التحديات في هذه اللحظات والانطلاق مع المركز الثاني، مع المركز الثاني الذيب لعلي بن محمد بن سلطان العرياني، ومع المركز الثالث دبل شاهين لذياب بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. ننطلق مع المركز الرابع كي أرى شاهين الخليفة بن ضبيب الشامسي يتقدم على مستوى المركز الرابع. خامس التحديات حمران الهلال بن سعيد بن هلال الظاهري. نعود مع المركز السادس كي أرى شاهين لسعيد بن محمد بن دري المنصوري ياتي بدور على مستوى المركز السادس. سابع الانطلاقات غياث حمدان بن محمد بن مصلح الأحبابي، ومع المركز الثامن وصل بهذا التقدم بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع الجميل. ما شاء الله تبارك الله. نتابع غازي محمد بن عوض بن طويرش العفاري يتقدم على مستوى المركز الثامن. تاسع التحديات القدوم في هذه اللحظات والتسلل من كرة لفيصل بن طالب بن محمد بن شريم المري يتدخل على مستوى المركز التاسع. عاشر الانطلاقات القدوم والانطلاق أيضا من شاهين لسعيد بن محمد بن سلطان العويسي. هذه النتيجة، هذه النتيجة مشاهدينا.
متابعينا الكرام للمراكز العشرة المتقدمة، أكملنا ندان الثاني، أكملنا ندان الثاني للعشر الأسامي المتقدمة بهذا الشوط وبهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير. ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مقدمة هذا الشوط والتحديات الحاضرة في هذا الصباح الجميل. مزعل على الصدارة سلطان بن خليفة بن راشد الحميري ينطلق بناموس هذا الشوط مع هذا الاندفاع المتميز مع هذا العرض المثير والرائع. تحديات هذا الشوط الانطلاق أيضا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر نتابع الذيب لعلي بن محمد بن سلطان النيادي يتسلل بفارق راس إلى مقدمة هذا الشوط ومع المركز الثالث وصل دبل شاهين ذياب بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. ننطلق مع المركز الرابع كي أرى شاهين لخليفة بن ضيب الشامسي. ولكن من الجانب الآخر، من الجانب الآخر وصل كرة فيصل بن طالب بن شريم المري يتدخل. نتابع جزيل أيضا يتسلل في هذه اللحظات مع المركز السادس لراشد بن سعيد العويسي يتسلل مع هذا الانطلاق راشد بن سعيد بن محمد العويسي. ولكن القدوم من الحذر لبدر بن علي بن خلفان الشامسي يتسلل بأول ندى ينطلق مع المراكز المتقدمة. لوحة الإعلان الألف والمئتين ما تبقى عن خط النهاية صدارة هذا الشوط المقدمة. نتابع الذيب اللي قاد المجموعة لعلي بن محمد بن سلطان النيادي. بدأ يتسلل إلى مقدمة هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز. ولكن من الجانب الآخر الحذر بدر بن علي بن خلفان الشامسي ينطلق بناموس هذا الشوط. من الجانب الآخر كرة بشعر فيصل بن طالب بن شريم المري. وصل أيضا دبل شاهين ذياب بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. ومن الجانب الآخر، من الجانب الآخر ولكن أرى القدوم من مولع محسن بن عبيد بن سالم الفيده المري. الأسامي اللي بدت تتسلل في هذه اللحظات. نعود مع الصدارة، نتابع الحذر من انطلق بناموس هذا الشوط. بدا يباعد المسافه بدر بن علي بن خلفان الشامسي على الصداره على المقدمه. ولكن وصل مولع مع المركز الثاني محسن بن عبيد بن سالم الفيده المري. اللحظات الاخيره التحديات في هذا الشوط والحذر. الحذر هو الاقرب لناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز. بدر بن علي بن خلفان الشامسي ينطلق بناموس هذا الشوط بتحديات الحذر يسير بالصدارة بالانطلاق بالتحدي. سلام السلطنة سلام، اسعدت صباحا مع هذا الأداء المتميز اللي قدمه الحذر. تهانينا لبدر بن علي بن خلفان الشامسي على فوز الحذر بالمركز الأول. ولحظات وصول إلى خط النهاية المركز الثاني ولا محسن بن عبيد بن سالم المري المركز الثالث. يأتي أيضا هملول لمحمد بن علي بن سعود الاكتبي المركز الرابع. تحديات دبل شاهين لذياب بن عبد الهادي بن صالح الجفران المري. المركز الخامس الذيب لعلي بن محمد بن سلطان النيادي. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس الأسامي المتقدمة في هذا الشوط. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات وصول الحذر 9:16 جزء واحد من الثانية. تهانينا لبدر بن علي بن خلفان الشامسي على فوز الحذر بالمركز الأول، بينما اللي وصل مع المركز الثاني. هذه لحظات وصول مولع 9:17 ست أجزاء من الثانية. تهانينا لمحسن بن عبيد بن سالم الفهيدة المري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول أيضا وتحديات هملول 9:19 ثلاث أجزاء من الثانية. التهاني موصولة لمحمد بن علي بن سعود الاجتبي. تهانينا للجميع والناموس.